بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو الفصل السادس والأخير من قصة مغامرات في أعماق البحار. تعالوا معي نستمع إلى هذا الفصل. كان الغواص صياد الإسفنج يتقلب في الماء كأنه يغرق، ونظر عقلة الإصبع فرأى أنبوبة المطاط التي توصل الهواء إلى غواص مقطوعة، فقالت أماني: مسكين هذا الغواص، يبدو أنه سيغرق. قال عقلة الإصبع: إنه في خطر ويحتاج للمساعدة، ويجب أن نساعده. فكري معي بسرعة يا أماني، ماذا يمكن أن نفعل لنغيث هذا الملهوف؟ وهنا ظهر ثلاثة من الحيتان، طول كل منها حوالي 3 أمتار، واندفعت الحيتان نحو الغواص، فصاحت أماني بخوف: ألا يكفي الغواصة ما هو فيه حتى تأتي هذه الحيتان لتهاجمه؟ ولكن حدث شيء عجيب، إن الحيتان الثلاثة لم تهاجم الغواص، وإنما أخذت تدفعه وترفعه إلى أعلى حتى وصلت به إلى سطح الماء، فرآه زملاؤه الذين في الزورق وأنقذوه. تعجبت أماني مما رأت، ودهشت عندما رأت الحيتان قد أنقذت الغواص، وسمعت الرجال الذين في الزورق يتحدثون. قال واحد منهم: هذه الحيتان من نوع الدلافين، والدلفين حيوان بحري ذكي يحب الإنسان ويلعب مع الأطفال. وقال آخر وهو يأخذ بعض الأسماك من الزورق ويقذف بها إلى الدلافين: خذوا هذه الأسماك التي تحبونها مكافأة لكم على إنقاذ صديقنا الغواص. قالت أماني لأخيها عقلة الإصبع وهي تقف على حافة الزورق: إن عالم البحار عامل بالعجائب والغرائب والأسرار، فسبحان الله الخلاق العليم الذي خلق هذا الكون العظيم. قال عقلة الإصبع: نعم نعم يا أماني، والحمد لله القدير الذي أعطى الإنسان العقل والتفكير ليعمر هذا العالم الكبير. نظر عقلة الإصبع إلى أخته، ولكن قبل أن يتكلم سمع أحد الرجال الذين في الزورق يقول لزميله بدهشة: هل سمعت يا صعفان؟ هل سمعت الصوت الذي كان يتكلم الآن؟ نعم يا شعبان سمعته، ولكن من الذي كان يتكلم؟ لا أدري لا أدري يا صعفان، وفي الحقيقة أنا حيران. وهنا تدخل عقلة الإصبع في الحديث وقال: أنت يا شعبان وأنت يا شعبان، لا داعي للحيرة يا إخوان، فأنا عقلة الإصبع وهذه أختي أماني. زادت دهشة صعفان وزادت حيرة شعبان، وقال الاثنان: أين أنت يا عقلة الإصبع؟ وأين أختك أماني؟ أمسك عقلة الإصبع يد أخته أماني وطلع فوق صندوق كبير، ثم قال: نحن هنا فوق الصندوق الكبير. حكى عقلة الإصبع لشعبان وسعفان قصة مغامراته هو وأخته أماني في أعماق البحار، فدهش الرجلان كثيرا. وقال سعفان: هذا أغرب شيء رأيته في حياتي. وقال شعبان: هذا أعجب شيء سمعته طول عمري. قال عقلة الإصبع: على كل حال هذه فرصة سعيدة، ونستأذن الآن في الانصراف لنكمل مغامرتنا المدهشة في أعماق البحار. ما رأيك يا أماني؟ إننا شريكان في هذه المغامرة، ويجب أن يتشاور الشركاء ليكون كل شيء بينهم بالاتفاق. ما رأيك يا أماني؟ قالت أماني: رأيي يا عقلة الإصبع أنه يكفي ما رأيناه، ولنرجع إلى بيتنا يا أخي العزيز. حاول عقلة الإصبع أن يؤثر على أخته أماني لتستمر معه في المغامرات التي يحبها، فقال لها: ولكننا لم نذهب بعد لأختنا هالة وإلى علاء الدين في سيناء. قالت أماني: نذهب إليهما إن شاء الله في وقت آخر. قال عقلة الإصبع: والمغامرات العجيبة والحدث الغريبة كيف نتركها يا أماني؟ قالت أماني: نتركها لرحلة أخرى، فأنا اشتقت كثيرا لرؤية أبي وأمي وأختي منى يا عقلة الإصبع. قال عقلة الإصبع: الأمر لله يا أماني، وأنا أيضا اشتقت لرؤيتهم، وأريد أن أحكي لأختي منى كل ما شاهدناه. فقال شعبان:
ونحن على استعداد لأن نوصلكما إلى أي مكان، ويسعدنا أن ترجع معنا إلى أرض الوطن. قال عقلة الإصبع: قد قبلنا دعوتكما وشكرا جزيلا. وفجأة اهتز الزورق اهتزازة شديدة عندما مرت تحته موجة عالية، ففقد عقلة الإصبع وأخته أماني توازنهما، فتدحرج من على الصندوق وسقط في البحر إلى أسفل إلى أسفل إلى أسفل حتى استقر في القاع. وجد عقلة الإصبع نفسه يرقد على جنبه في قاع البحر، والمياه تغطيه وتحيط به من كل جانب، وتحت رأسه حجر كأنه وسادة تغطيها مادة خضراء طرية. تقلب عقلة الإصبع في هذا الفراش العجيب، وسمع صوت أخته أماني تتكلم وأخته منى ترد عليها، فقال لنفسه: أماني تتكلم؟ معقول؟ فهي شركتي في هذه المغامرة، ولكن منى لقد تركتها في البيت، فكيف جاءت إلى قاع البحر؟ هل تحولت هي أيضا إلى عقلة إصبع؟ على أي حال لقد أصبحنا ثلاثة، ويبدو أن المغامرة ستزداد حلاوة وجمالا. وأحس بيد تهزه برفق فقال: نعم نعم يا منى، كيف تحولت إلى عقلة إصبع؟ وكيف جئت إلى هنا في قاع البحر؟ وأحس باليد تهزه ثانية فقال: لا يهم كيف تحولت إلى عقلة إصبع، ولا يهم كيف جئت إلى قاع البحر، المهم إنك ستشتركين معنا في المغامرات. إن أماني تريد أن تعود إلى البيت، فتعالي أنت معي لنكمل المغامرات، إنها مغامرات جميلة ستعجبك، فأنت تحبين الخيال وكثيرا ما تعيشين في الأحلام، أنا أعرفك جيدا، فما رأيك؟ عادت اليد تهزه برفق مرة ثالثة، وسمع صوت أخته منى تقول: أنا تريد أن تخرج يا أختي. أين أنا؟ أين البحر؟ أين الماء؟ فوجد أماني ومنى تنظران إليه وتبتسمان، ووجد نفسه ما زال في حديقة المنزل على الأعشاب الخضراء، وقد أسند ظهره إلى شجرة، وإلى جواره قصة مغامرات عقلة الإصبع. فتلفت حوله وأحس أنه كان يحلم حلما طويلا عجيبا، فقام يحكي لأختيه منى وأماني كل ما رآه في أعماق البحار. وبعد أن استمعنا إلى هذا الفصل، تعالوا معايا نفتح كده البوكلت صفحة 121 ونشوف أهم الأسئلة اللي عندنا. السؤال الأول: صف ما حدث للغواص في الماء ولماذا حدث ذلك؟ كان يتقلب كأنه يغرق، وكان ذلك لأن أنبوبة المطاط التي توصل الهواء إلى الغواص مقطوعة. سؤال رقم 3: ما الحيوان الذي ظهر وماذا تعرف عنه؟ ظهر ثلاثة من الحيتان، وأعرف عنهما أن طول الواحد منهما 3 أمتار، وهو حيوان بحري ذكي يحب الإنسان ويلعب مع الأطفال، واسمه الدولفين. سؤال رقم 4: ماذا قالت أماني عندما رأت الحيتان تهاجم الغواصة؟ قالت أنه لا يكفي الغواص ما هو فيه من تعرضه للغرق حتى تأتي الحيتان لتهاجم. سؤال رقم 5: ماذا فعلت الحيتان مع الغواص؟ لم تهاجم الحيتان الغواص، وإنما أخذت تدفعه إلى أعلى حتى وصلت به إلى سطح الماء، فرآه زملائه الذين في الزورق فأنقذوه. سؤال رقم 7: ما المكافأة التي أخذتها الدلافين ولماذا؟ كانت المكافأة عبارة عن بعض الأسماك، وذلك لإنقاذهم الغواص. سؤال رقم 8: من الذي سمع الحوار بينهما؟ طبعا هنا يقصد أسامة وأماني. العاملان اللذان كان يعملان على ظهر المركب هما اللذان سمع الحوار. حد فاكر هما مين؟ برافو، زعفان وشعبان. سؤال رقم 12: على ما تشاور أسامة وأماني؟ تشاور معها حول الاستمرار في المغامرة، وهي قالت له يكفينا هذا وهي نعود إلى المنزل. سؤال رقم 15: ما الذي عرضه عليهما شعبان وسعفان؟ عرض عليهما أن يوصلهما بالمركب إلى الوطن، فوافق أسامة وأماني.
أما سؤال رقم 20، أين وجد أسامة نفسه عندما استيقظ؟ ظلت منى تهزه حتى استيقظ فوجد نفسه في حديقة المنزل على الأعشاب الخضراء وقد أسند ظهره إلى شجرة، وإلى جواره قصة مغامرات عقلة الإصبع، فقام يحكي لأختيه كل ما رأى في أعماق البحار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.